في هذا الفيديو السادس من أول شابيتر اللي بتصور إنه نخلص من خلاله هالشابيتر اللي أغلبه مثل ما شفنا هو عبارة عن تذكار ذكرنا مع بعضنا، لكن مثل ما اتفقنا إنه وقت اللي بنكون عم نتذكر بنكون فرصة لحتى إنه نفهم واحد ونستعد أكثر للأفكار اللي قادم علينا. آخر شغلة أنا قلتها كتير مهمة، إنه إذا أنا عندي حيلا F من R ل R بريم بيكون عندي R على كار F إيزومورف على إيم F، وإذا كانت ال F إيزومورفيسم على طول بيكون عندي R على كار F بيكون إيزومورف على R بريم، لأن هي بهالحالة هي بتكون متساوي الإيم F. أوكي؟ طيب هلأ بشكل عام قبل ما يعني غادر هالشابيتر أنا بدي مثل ما كنت عم أقول الفيديو الماضي الأنسامبل كوسيون نتصالح نحن وياه، يعني مرة أنا بكون عم بطلب إنه نفهمه، أوكي والله هذا السطر من أول لآخره نحن فهمناه، بس يا أحبائي اللي بيصير أحيانا إنه نفسيا ما بنتصالح معه، بدي إياكم تتصالحوا معه، أوكي؟ أنا قلت لكم R sur I muni de plus point c'est un anneau commutatif unitaire إذا كان ال R unitaire. قلت لكم إنه من R ل R sur I أوكي؟ هل S هذا اللي على شك X S de X la surjection canonique c'est un homomorphisme d'anneau. اتفقنا؟ هلا بشكل عام اذا انا بدي بس شوي صغير اوقف انا وياكم هيك كرمر، اذا باخذ اف من ار لار بريم، قلت لكم المره الماضيه انه اذا عندي مثلا يعني الايم اف هو مثل من الامثله اللي مرقت معنا، اذا كان الاي ايديال هون الاف دو اي هذا بيطلع سو انو من ار بريم، اذا بتحاولوا تبرهنوا انه هذا ايديال ما بيزبط معكم الا اذا كانت الاف سوبجكتيف، فاذا سي اف سوبجكتيف اف دو اي بيطلع ايديال دو ار بريم. ليش؟ لانه اذا باخد حيلا الفا بار بريم وزد باف دو اي شو بيعرفني انه الفا ضرب زد بيطلع دون اف دو اي؟ اي بيان هال الفا ما هي الا اف دو بيتا بويسكو اف اي سوبجكتيف والزد هي اف دو اكس افيك اكس وين بي اي، فهذا بيساوي اف دو بيتا اكس والاكس بي اي بيتا اكس صار بي اي صارنا وين ابارتيان اف دو اي. دونك سي اف اي سوبجكتيف الايماج للايديال سيت ان ايديال، اما اذا انا بيجي هلا باخذ الاف هوموفيسم دانو من ار ل ار بريم وباخذ حيلا ار اي اي بريم ايديال من ار بريم الاف موانزان للاي بريم شو ما كانت الاف سوبجكتيف ولا مش سوبجكتيف على طول بتطلع ايديال دو ار. ليه؟ لانه اذا باخذ الفا بي ار بضربه بالمون هون الفا بي ار بضربه بي اكس ابارتيان اف موانز ان دو اي بريم الفا ضرب اكس بدي اعرف اذا هو بي اف موانز ان لاي بريم ولا لا، هون باخذ له الاف اذا طلعت بي اي بريم بيطلع هو بي اف موانز ان دو اي بريم، هذا بيساوي اف دو الفا اللي هو بي ار بريم ضرب اف بي اكس اللي هو وين بي اي بريم اليمون بي ار بريم ضرب اليمون بالايديال وين بيطلع هذا بي اي بريم، فاذا الالفا اكس بي اف موانز
دو اي بريم شو ما كانت الاف. اوكي عم اقول هودي لحتى يقول انه هذا الاس سوبجكتيف، يعني الايماج للايديال هو ايديال والايماج ريسيبروك للايديال هو ايديال. اوكي هلا خليني انا وياكم هودي بما اني كتبتهم صار فيكم توقفوا الفيديو وتشوفوهم قد ما بدكم، وبتمنى ما تعتبروا ولا شيء عم ينقال باطار هذا الشابتر انه ايه بنعرفه خلص يلا خلينا نقفي عليه. لا صدقوني الاهتمام بالشغله نحن وعم نزرعها بتفيدنا كثير. هلا بكره بتشوفوا بالشابترات اللي بعدها قديش بنكون مرتاحين اذا فهمانين الامور كيف عم بتصير. هوني اذا انا عندي مثلا اش ايديا شو يعني اس دو اش؟ سي لونسومبل دو اكس بار تل كو اكس ابارتيان اش. يعني سي لونسومبل اذا بدكم بما انها هذيك المره اكس بلس اي اكس ابارتيان اش. متفق انا وياكم؟ اوكي؟ طيب هلا انتبهوا لي شوي. انا اذا عندي مثلا والله بقلب الار هذا الاي بقلب الار، ركزوا معي شوي شو عم بحكي. اذا باخذ مثلا والله بقلب الار ايديال ال كي كونتيان اي، بقدر مثل ما عرفت R sur I من خلال الرلاسيون ديكيفالونس X مو Y appartient à I، بقدر أعرفها لها الرلاسيون ديكيفالونس على ال L، وبالتالي بقدر أعرف L على I. بشكل عام من حيث المبدأ هذه الرلاسيون وهذه الرلاسيون مختلفة، لأنه بس يكون الدومين للرلاسيون مختلف ما بيكون عندنا نفس الرلاسيون، لكن نحن فينا نعمل fusion, فينا نعمل identification la les éléments qui sont ici et les éléments qui sont faisant بدي اول شيء من حيث المبدا r على e و l على e. من حيث المبدا هودي دو زونسون ديستينكت، لانه اللي عرف هذا سي اون ريلاسيون ديفيني سور l x s خلينا نقول l y سي اسمون سي x مو y appartient à e، واللي عرفناها على ال r نفس الشيء هي X S R Y C S L C X M Y appartient à I. شو ملاحظ؟ ملاحظ إنه ال S L هي c'est la restriction de la relation définie sur R. عشان هيك les classes d'équivalence اللي بيطلعوا عنا بال L sur I هن شكلهم X plus I X ب L. وهو دي x plus e x ب r. هذا الانسامبل هو هيك وهذا الانسامبل هو هيك. بهذا المعنى فيني انا شوف انه هذا الانسامبل c'est un sous-ensemble de r sur e. Et il est très très facile de démontrer que l sur e est un idéal de r sur e. واضح؟ بس يقول الأستاذ إلي فاسيل أو كلير أو إيفيدان شو بيكون؟ مثل أستاذنا؟ لا مش مثل أستاذنا، بيكون عن جد كلير وإيفيدان إنه والله إجي أنا الأل سور إي بدي برهنة إنه إيديال، يعني سو جروب بور لا لوا بلوس دو أل سور إي كله دو أل سور إي وبتحقق شرط الإيديال بالنسبة للأل سور إي. طيب فإذا أنا هلأ أول شغلي فإذا رومارك يا عيني هالرومارك بهال، فإذا إذا عندي إيديال امشوا معي خطوة خطوة دو إر و إل إيديال دو إر تلك إي بقلب الإل ألور إل سور إي est un idéal de R sur I. يعني لحتى هاي الجملة ما تخدعني أنا أول جهد بذلته قلت إنه L sur I بدي أقنع طلابي أول شيء إنها هي include ب R sur I، لأنه التعريف هون غير التعريف هون، الرلاسيون اللي عرفناها على ال R غير الرلاسيون اللي عرفناها على ال L، c'est la restriction بس مش هي بذاتها. واضح؟
انا بس يكون عندي ابلكيشن عملها ريستريكسيون ما بتطلع نفس الابلكيشن وان كانوا نفس الايماج. متفقين؟ فاذا انكلو و ال سور اي هي ايديال دو ار سور اي. متفق انا وياكم؟ واضح؟ هلا جديدنا انه حيلا ايديال ب ار سور اي حيلا ايديال ب ار سور اي بيطلع شكله ال سور اي. حيلا ايديال ب ار سور اي بيطلع شكله عباره عن ال سور اي. لاحظوا معي كيف اذا باخذ مثلا ايديال طيب انا عندي اس فاذا قلنا من ار ل ار سور اي هي سوبجكتيف وهي اوموورفيس. اذا باخذ انا هون مثلا شو بعرفني مثلا ال بريم هي ايديال. اوكي بيجي باخذ اس موانزان دو ال بريم يعني هو بيطلع حسميه ال بيطلع ايديال دو ار. عمليا شو يعني ال بريم؟ هن مجموعه من x1 بار x2 بار x3 بار الى اخره. ال اللي راح يطلع هون هن هال x اللي ال x بار بقلب ال بريم. فاذا هي x1 x2 الى اخره هن كل ال x بار تلك x بار بقلب ال بريم. هذا هو ال ال. اوكي واضح؟ طيب ال ال بريم اذا هو ايديال معناتها 0 بار حضر جنابه موجود هون. مين هو مين هن الاليمون اللي الاكس بار بيساوي الزيرو بار؟ هو اي. فاذا كل الاليمون تبعون الاي موجودين بقلب ال. فاذا هذا ايديال دو ار والاي موجود بال. ليش؟ لانه كلك سوا اي باي اي بار ايجال زيرو بار ابارتين ال بريم. واضح؟ وهلا صار كثير سهل اني برهن انه ال سور اي هي اكزاكتومون ال بريم. مين عم يفهم على الاستاذ ومين مش عم يفهم على الاستاذ؟ مين عم يتذكر الافكار عن الكوسيون؟ بدنا نتصالح مع الكوسيون ماشي؟ ما بدنا نخلي بيننا وبين الكوسيون على كفالتي اي اشكال. واسالوني قد ما بدكم بهذا المجال لحتى لي وتناقشوا حتى مع بعضكم. وانا كثير مبسوط على فكره من متابعتكم لإلي، خصوصا انه امبارح زميلتكم نغم اللي انا مثل ما مشتاق لكم كلكم مشتاق لها وبعد متذكر دقتها وشطارتها، قالت لي يا استاذ بي دو او ريونيون انترسيكسيون منو انو. وانا طبعا موافق. انا كنت دائما اقول لكم الدلتا انا بحبها، ومره جبت البي دو او دلتا انترسيكسيون بالامتحان لانه هذا هو لانه الحقيقي. هلا لذلك تشطبوا الريونيون انترسيكسيون تحطوا حد منها نغمة شطارة، يعني نغم الشطارة. اوكي انا كثير مبسوط من متابعتكم لانه مثل ما كنت اقول لكم دائما انه الاستاذ هلا بالجامعة وخصوصا اونلاين في 100 طوشي براسنا. الطالب اللي هو انتم يعني ما بدنا نلعب دور اللي عم يكتب، نلعب دور اللي عم بيراقب. استاذ انتبه، هذه صح هذه غلط، ما فيك تحكي شو ما بدك، حضر شوي صغير يا اخي قبل ما تحكي معنا. اوكي انا هلا بهودي ما عم بشرح شيء صعب لكن عم بشرح شيء عادة الطلاب هيك تجفل منه. نحن بدنا نلغي هذا الوسواس، اتفقنا؟ طيب فإذا حيلا إيديال بأر سور إي شكله ال سور إي. أكثر من هيك أنا بقول لكم إنه إذا أنا باخذ أش إيديال إيديال دو أر، إذا باخذ فإذا هذا R وهذا R سور E، مش بالضرورة الـ E مش بالضرورة يكون بقلب الـ H، ممكن ما عنديش إياها الشغلة. طيب شو معناتها إذا باخذ مثلا الـ S دو H
اللي هن اكس بار تلك اكس ابرتين اش. فيني اقول انه اس تو اش ايجال اش تو بي اي لا ليش؟ جاوبوني. يلا رح اتمشى شوي بيناتكم. هل فيني اكتب هيك؟ شو عم بتقولوا؟ كأني عم بسمع حدا عم بيقوله للأستاذ أنه لا يا أستاذ ما فيك تكتب هيك. طب ليش؟ لأنه ببساطة لا أقدر أكتب هيك لازم الإي تكون بقلب الأش. إذا الإي بقلب الأش تحطينا على ما فيك تكتب هيك، بس إذا الإي مش بالأش ما بيمشي الحال. متفقين؟ طيب شو بتطلع بهالحالة الأس دو أش؟ أنا بعرف أنه الأس دو أش ستميد يل دو أرسل إي، لأنه قلنا اس هوموورفيزم دانو وهي سوبجكتيف. طيب إذا هي إيديال بأرسل إي شكلها لازم يطلع أنسرتان ال سوري اللي هي مش أش أكيد. طيب شو بتطلع؟ تعالوا لحتى نشوف. أنا اس دو أش سي لانسان دي إكس بار، يعني إكس بلس إي إكس أبارتين أش. تعالوا حتى لكم، إذا أخذنا H plus E هذا إذا سميناها L، خليكم معي. ها هذا الـ L E بقلبه، E بقلب الـ L، واضح؟ إذا باخذ L سور E شو بتطلع؟ تطلع لانسامبل دي X plus E بار X appartient à H اللي هو ensemble des X bar X appartient à H. ليش؟ لأنه هذا هو X bar plus E bar. إذا أنا عم بحكي طلعت بقلب الـ L، ولكن إذا ما بدنا نشوفها هيك هذا X plus E plus E هذا. طب E plus E ما هي E، فإذا هي X plus H فإذا هي هيك. لذلك بقدر أكد إنه الإيماج تبعت الـ H هي H plus E على E. فإذا هي الـ S دو H هي L سور E اللي هي H plus E سور E. مش بيجي بيختزل بالـ E وحط H سور E. اتفقت أنا وياكم؟ واضح؟ هلأ إذا بدكم تشوفوا بالضبط شو الرابط ما بين H plus E سور E والـ H سور E، ما قلنا إنه مش بالضرورة تكون الـ E بقلب الـ H، لكن ممكن في intersection بيناتهم. هون بيجي لـ 3-4 اللي هو دوزيام تيوريم ديزومورفيزم. فإذا 3-4 بروبوزيشن بيقلنا رح ناخد اي ايديال دو ار او اش ايديال دو ار. الور اش على اي انتر اش ات ايزومورف اش بلس اي سور اي. واضح؟ اوكي. هذا proposition de deuxième théorème d'isomorphisme avec S. Preuve. Bijou Bechot. L'application P soit P l'application H, la H plus I sur I. Heda, heda, c'est un anneau. Ou heda, c'est un anneau. L'anneau asa. Heda idéal de R, yani anneau. وهذا إيديال دو إل سوري يعني أنو. هاي اللي بدي أعرفها أني هلأ كي أشك إكس إسي، مش إذا إكس بأش بيطلع بقلب الأش بلس إي بي دو إكس. ما حطيتها إس لحتى ما أقول إنه والله هي أش سوري. بي دو إكس إيجال إكس بار بي إبيان أوموموفيس دانو سوجيكتيف. Alors, H, par exemple, P est un homo d'anneau subjectif. Alors, d'après le premier théorème des homomorphismes,
H على كير للبي ات إيزومورف على H بلس E على E. شو هو الكير للF؟ أي متى هذا X البي بX تبعه بيطلع زيرو؟ لما X بيكون وين؟ بE بH وBE يعني بيكون ب دونك كير للبي بتساوي H انتر E على H على H انتر E. هذا حكي مش إيجال إيزومورف على H بلس E سوري. اوكي واضح هذا الدوزيام تيورم ديزومورفيزم. كمان بنفس الجو لحتى قبل ما نفقد خيط التواصل بيناتنا بنفس الطريقه. انا هلا اذا بيجي باخذ بي بقلب الجي بقلب الار رح اخذ هول الاثنين ايديهم. في شيء اسمه ار سور اي وفي شيء اسمه ار سور جي. انتبهوا لي شوي. انا هلا يعني صار واضح بالنسبه لي انه والله اذا عندي اش وانكلو بي اش بريم يعني لاحظوا مثلا اذا عندي ار وعندي اي اوكي اذا باخذ اش وباخذ اش بريم بقدر اقول اش سور اي ات انكلود اون اش بريم سور اي. هذه حسمتها انا وياكم. هلا لا شو هي العلاقه اللي بتربط انا اخذت اي وجي الكوسيون ار سور اي غير الكوسيون ار سور جي. هون اختلفت لا ريلاسيون يعني صار عندي ريلاسيون مختلفه واضح. فشو العلاقة اللي بتربط بيناتهم؟ أنا بقدر أقول لكم شغلي إنه إذا كانت طلعوا منيح شو عم بحكي هون العلاقة شو مثلاً شو بعرفني X S N Y C S M O C X moins Y appartient à I وهون العلاقة X S 2 Y C S M O C X moins Y appartient à J. مين اللي بيعطي مين؟ إذا S1 موجودة بتعطي S2 صح ولا لا؟ وهذا الشغل ممكن إنه نستفيد منها بمعنى أوضح. رح أخذ ريلاسيون رح أخذ أبليكاسيون من R سور E ل R سور G لكل X بار هون P دو X بار إيجال X شابو. لو فات إنه هاد تعطي هاد هاد رح سميها في مثلا je peux démontrer que في c'est une application bien définie, homomorphiste d'un nom ou subjectif. واضح؟ ها؟ ولما تطلع هيك بيطلع عندي انه R sur I على كير في إيزومورف على R sur G. طيب شو هو الكير؟ أي متى بيطلع إليمون هون الإيماج تبعه زيرو لما الـ X بيكون بـ G. اوكي لما الاكس بيكون بجي. فاذا لما اكس بار بيكون بجي على اي فاذا المحل هذا بنحط جي على اي او ار ار على اي على جي على اي ايزومورف على ار على جي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. فاذا هذا رح يكون اسمه تروازيام تيوريم ديزومورفيزم. ودائما دائما بكعب الطنجره بتكون القضايا اللي مرسبة وصايرة محجرة لا 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 كله هيك نوتاسيون فشفش ما في أي صعوبة. خليني أكتب الأمور بشكل كتير بسيط. فإذا عندي E بقلب G بقلب R فإذا 3 5 proposition اللي هو 3 theorem ديزومورفيزم. اوكي بيقلنا سوا اي دو ايديو دو ار. الور تبهولي منيح ار على
اي على جي على اي ايزومورف ار على جي. هذا هو الشيء اللي بيطلع معنا. اوكي بروف سوا في لابليكاسيون دو ار سور اي دون ار سور جي كي اشاك اكس بار لانه شكل الاليمون هون هو اكس بار اون في اسوسي في دو اكس بار ايغال اكس شكل. اوكي تبولي منيح. اول نقطة بدي برهن انه في اي بيان ديفيني. كلمة بيان ديفيني كلغة غير كلمة ديفيني. يعني انت يوم اي واحد بيعطيك ديفينيسيون فوت جيب لي مثلا البريق من الأوضة. إذا فت على الأوضة ولقيت بريق فخار وبريق إزاز بتحتار شو قصده اللي طلب منك؟ ترجع لعنده وتقول له شو قصدك؟ ما بيقدر يعطيك ديفينيسيون وبيكون هالديفينيسيون بينطبق على مليون شغل. أنا هون عم بقول الإكس بار اللي ماش تبعه إكس شغل. طب ما الإكس بار ممكن يكون اللي بيعبر عنه إكس بريم بار. شو عرفني بهالحالة هي إنه إذا x بار هو بذاته x بريم بار، x شابو هو بذاته x بريم شابو، لأنه s1 تعطي s2 مثل ما قلت قبل شوي. شوف في بيان ديفيني ليكو هي النقطة اللي عم يفهم أيمتى عم بينشغل بالنا بيكون عن جد هو بالسنة الثالثة. أما اللي عم بيقول بقلبه يا عمي شو صاير عليه هذا الأستاذ؟ شو بده يتبرهن إنه الفيلم هيها بيان ديفيني؟ ها؟ بيكون بعد في إشكال. يسألني أنا حاضر اسألوا بعضهم تناقشوا ليه الأستاذ قاعد عم بيضيع وقت على هذا الشغل. أوكي بيجي كيف ببلش لبرهن إنه بيان ديفيني؟ بقول سوا X بار X بريم بار أبارتيان R سور E تل كو X بار إيغال X بريم بار. مش ممكن يكون صفه لفوزي هو بذاته صفه لمصطفى؟ ما واثنيناتهم بيكون نفس الصف. اتفقنا؟ اوكي بحسب الديفينيسيون في دو اكس بار شو هو؟ اكس شابو. في دو اكس بريم بار هو اكس بريم شابو. مين قال لي انه هي بتساوي ها؟ لاحظوا شو بكتب؟ اكس بار ايجال اكس بريم بار. معناتها في علاقة بيناتهم وين؟ بار سور اي. معناتها اكس موان اكس بريم ابارتيان ا اي اللي هي بقلب جي. معناتها في علاقة بيناتهم وين؟ بار سور جي. معناتها اكس شابو ايجال اكس بريم شابو. معناتها في دو اكس بار ايجال في دو اكس بريم بار. في اي بيان ديفيني. اوكي هلا جو فو لاس لو سوان دو فيريفيي كو في ايتا هوموموفيسم دانو سوبجكتيف و كار في بيساوي جي على اي. يعني انت في دو اكس بار ايجال ا زيرو شابو لما اكس شابو ايجال زيرو شابو لما اكس ابارتيان ا جي لما اكس بار ابارتيان ا جي سوري. اوكي واضح؟ يعني هون اذا قلتوا انتوا انه اكس بار ابارتيان ا جي سوري اي ما فيك لاحظ كيف بقول تعطيني انه اكس بجي لانه ما بقدر اكتب هذا الشكل الا اذا كنت عم بحكي عن الناس اللي بقلب الجي. اوكي يعني انا ما فيني مثلا والله حدا برات الجي مثلا والله زد برات الجي و اكس جوات الجي انتبهوا منيح شو عم بحكي هلا ويطلع انه اكس بار باردون زد بار هي بذاتها اكس بار. ليش؟ عفوا شابو هون مثلا بار
بار. ها وحده برات الجي، فاذا هذا الجي وهذا الاي وهذا ال. انا عم اقول انه في عندي اكس بار بقلب الجي سر اي. ليش ضروري الاكس يطلع بجي؟ لانه اذا لقيت وحده برا زد بار برا، يعني زد برا بحيث انه زد بار جوا. شو يعني زد بار جوا؟ يعني زد بار بيساوي ان سيرتان اكس بار، والاكس بقلب الجي. يعني زد مو اكس ابارتي اي اللي هو بقلب الجي. طلعوا منيح، صار زد مو اكس ايجال ان سيرتان جي وين بجي. يعني صار زد بيساوي اكس بلس جي، وهذا بجي وهذا بجي بقلب الجي. سيت اون كونتراديكسيون. واضح؟ هذا الكتاب اللي عم بكتبها هون بدي اياها تكون كثير واضحه بالنسبه لكم. شو صار عندي هلا؟ صار عندي ار سور اي على كار في ايزومورف على ار سور جي. يعني معناتها ار على اي على جي على اي ايزومورف على ار على جي. هيك بنكون يعني قد ما بدكم اشتغلنا بالكوسيون بحيث انه ما بقي ولا شيء انه من قال، على شرط انه والله هذا المغامره تكون يعني نحن وياكم عملناها، مش انا وصلت لمحل ما وصلت لحالي، لا انا برفقتكم ماشي معكم. اي اشكال، اي شيء مش واضح، اي شيء بتعتبروني غلطت فيه ناقشوني بدون تردد، احكوا معي، انا معكم على السمع ليلا نهارا سامعين. بكل اللي بيهمني انه نتحدى الظرف اللي هلا موجود وانه نفهم. راح اعطيكم دوفوار على ليزون. وشو بنعمل بالدوفوار؟ نكتبه؟ لا، قولوا لي اذا انا ار سور اي قلت لكم انه هو انتاجر، فاذا اكسرسيس montrer que R sur I intègre si et seulement si I premier. Si on a choisi un premier, c'est ça. 1. 2. R sur I core si et seulement si I maximal. Barnouli a dit Charlie. Ou. Acteur de la même. Barnouli a dit. Fais un exercice 2, montrer que R intègre si et seulement si 0 est premier, ou R est un corps si et seulement si 0 est maximal. Y'a-t-il qu'on a le faire à fier؟ وموفقين إن شاء الله.